محطة الغزلاني. شو صار لك وقت بالسرعة؟ والله ما صار لي دقيقة ما صار. الساعة 10 الساعة 11 إلا 10. شنو نوعية المنتوج؟ والله زين مضبوط. دائما فول من هنا؟ والله فول من كل بنزينة، كل بنزينة زين بنزينهم ما شاء الله. تعامل موظفين وياكم شلون؟ والله حيل زين. شو السعر لكم؟ 450. زين مطالباتكم من الفرع شو تطالبون؟ والله نطالب بس يفتحون البنزينات الباقية، البنزينات تعزل كلها ساعة 2 ساعة 3 تعزل. هسه هاي البنزينة بس بقت هاي أول يوم يعني تفتح لل 11 بالليل. شو اسمها المحطة؟ غزلاني. الساعة 10 كم؟ الساعة 11 إلا شوية. شو السعر لكم؟ 450. شو تعامل الموظفين وياكم؟ زينين. دائما تفول من هنا؟ لا والله قليل. الساعة 10 الساعة؟ الساعة 11 إلا 3. محطة فتحة؟ إي نعم. يا محطة هاي؟ محطة الغزلاني هاي. شنو نوعية المنتوج؟ المنتوج والله حيل زين، يعني المنتوج ما اعرف شنو نوعيته بس ما اعرف كل البنزينات اجى فول من هنا. ايش السعر اللتر؟ ال 450. زين ما ياخذون منكم زايد الموظفين؟ لا لا ابد. ابد الناس محترمين نفسهم ويحترمونه ومقدرينه يعني. زين تتمنون باقي المحطات كلها تبقى ساعات متاخره من الليل؟ والله نتمنى هذا الشيء يعني حتى ما يصير زخم على المطبخ. شنو نوعية المنتوج؟ والله منتوجهم جيد جدا يعني. ايش السعر اللتر؟ 450 دينار. تعامل الموظفين وياكم شلونهم؟ والله الموظفين زين تعاملهم. ماخذون منكم زايد؟ لا 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 شيء قليل. كم تلفون انت يوميا؟ والله ما شرط، انا يعني كل 3 ايام هيك افول 50 هيك. مطالباتكم من الحكومه شو تطالبون؟ والله مطالبتنا الحكومه انه تدحق على هذا الشعب شويه.